أعزائي مشاهدي تلفزيون تلولمير وفضائية نورسات، من عمان إلى لبنان إلى كل مكان، نصحبكم في الساعة القادمة بحلقة جديدة من برنامجكم صباحكم نور. برنامج صباحكم نور الذي تعد وتقدم الدكتورة باسمة السمعان، والتي تغيب استثنائيا هذا اليوم لتكون معنا الأسبوع القادم بصحة وعافية بعون الله. الحج البابوي إلى البحرين عنوان حلقة هذا الأسبوع. إذا سيكون معنا في الاستوديو هنا الأكونوموس الأب نبيل حداد، مدير مركز التعايش الديني في المملكة الأردنية الهاشمية، والذي رافق قداسة البابا في حجه الأخير إلى البحرين. صباحك نور أبونا. يا صباح النور والخيرات والبركات. صباح النور. الله يخلينا إياك أبونا العزيز. يعني ما زال عبق من قداسة البابا عالق في ثيابكم، لذلك نلثم يديكم، يعني البركة كلها جاي معك أبونا اليوم. الله يبارك فيك وأنتم البركة أبتي. شكرا أبونا جورج. نعم. على هذه الاستضافة، وأنا أسعد بأن أكون في هذا الاستوديو معكم، وأنت الذي يطل على جمهور نورسات مع أختنا الفاضلة دكتورة باسمة، اللي بتمنى لها عودة سريعة بصحة وعافية وبحاجة إلى، فمنحييها في هذا النهار ومنحيي كل مشاهدينا ومتابعينا على مدى هذا المشرق وفي الاغتراب، لنقول لهم بأن هذا المشرق كان وسيبقى نورا ومصدرا للإشعاع، إشعاع الروح والحب والشهادة للنور الأزلي. لهذا أمين. السبب حيثما كنا، سواء كنا في عمان الحبيبة الأغلى، أو كنا في لؤلؤة الخليج في البحرين، فنحن نلهج دوما بفرح التلاقي مع الأب الأقدس. جميل. الذي اعتدنا أن نراه رسولا ويحمل فرانسيس ليس الاسم وإنما السيرة والطراز. هذا بابا يعني كل ما تابعته كلما أحببته أكثر، وكلما اقتربت منه أحسست بأن هذا الأسقف الأول، أسقف روما، هو الراعي. وأتقن هذا البابا، أتقن أن يكون راعيا. أنا رأيته في الأردن، ورأيته في لبنان، ورأيته في الفاتيكان. أبونا في البحرين العزيزة، أنا شفت قداسة البابا بحنان أبوي وبرأفة الواثق من إيمان أبنائه. رأيته راعيا، والراعي كما يقول هو مش اللي ينصب عليك بيجيك من فوق، بيجيك مطران ولا بيجيك خوري رعية ويظن أنه هو الوحيد الأوحد. في بابا واحد، بابا فرانسيس واحد، ولكنه بحسسك انه هو للكل، لكل الأجناس ولكل الشعوب ولكل الدول. هذا البابا بتمنى انه نحن جميعا، أبدأ بنفسي وأبدأ أيضا بتوجيه الكلام إلى الأساقفة، إلى الرعاة، إلى الكهنة، أي يتمثلوا ويقتدوا بهذا البابا الذي عشق رائحة القطيع. هذا راعي بحب ريحة الخرفان تبعينه. لا يمكن أن يكون الراعي، لا يمكن أن يكون كفؤا مؤهلا مستحقا، فيش أكسيوس لراعي لا يحب رائحة القطيع وما بدخل فيه. شفت قداسة البابا مع سريلانكيين، فلبينيين، هنود، الطريقة التي كان يبتسم فيها، تحس بهذا الدفء.
ليس كافيا انه بالكنيسه بالقداس ان نقول اذكر يا رب اولا الحبر الروماني، مش كافي. وانا بذكره بدي اتمثل فيه، وانا بذكره اريد ان اراه راعيا. هيك انا بشوف قداسه البابا. فلهذا السبب لما بنعمل يعني بذكر البابا والبطرك والمطران، انا بذكرهم لاني اريد ان اتمثل بهم، وهم اللي هم رعاة لهذا القطيع. هذه رسالة انا قرأتها في البحرين وشاهدتها، والبحرين ابونا بلد الفسيفساء من كل شكل. 100 كان فيه بالاستاد 111 جنسية، ما شاء الله. شو بجمعهم هذول؟ شو بجمعهم؟ أولموست تقريبا 30,000 اللي كانوا موجودين. وأنا يعني تشرفت بأنه أن أعلق على القداس، لم تتح لي الفرصة أن أكون مشارك في القداس لأنه طلبوا مني الأحباء في البحرين الشقيق أن أعلق على وأشرح فعالية، الفعالية الأهم بالنسبة لنا كمسيحيين، وهي القداس الإلهي الذي أقيم، أي نعم، الذي أقيم على استاد، على استاد، الاستاد الوطني في البحرين. وأبونا لما بتشوف هذا المشهد، مشهد الناس، إيش اللي بجمعهم؟ راعٍ واحد، راعٍ واحد. هم خلف فرانسيس ولكنهم يتجهون إلى الراعي الأول. هذه مؤسسة هي سيدنا يسوع المسيح الذي أحبنا. جواز السفر لأن تكون عضو في هذا القطيع هو المحبة، وهذا ما قدمه قداسة البابا. فأنا أعتبر أنها كانت بركة لي أن أكون في البحرين، في بحرين التعايش، في بحرين لؤلؤة الخليج، في البحرين التي ترحب بضيوفها والتي تستحق الاحترام، واستحقت بجدارة كما هذا الوطن الحبيب، كما هذا الأردن. استحقت البحرين زيارة بابوية، وأشكرك أبونا أنك أنت سميتها حج بابوي إلى البحرين. نعم صحيح، حسب المصطلح حضرتك مقتبس. العفو. يتساءل الناس اليوم أبونا عن استخدام قداسة البابا للكرسي المتحرك، هل حسيت بلقائك فيه أنه يعني زلمي كمان الله يعطيه الصحة والعافية، يعني يعاني من بعض الصعوبات بالمشي يمكن، فحسيت أنه في تضحية من قداسة البابا قدومه وأربعة أيام وهالتجوال من مكان لمكان وبهالكرسي وبهالصحة الهاي، شو تعليقك أبونا على الموضوع؟ شفت صحته أحسن يعني؟ أبونا أشكرك. مشهد قداسة البابا لما بنزل وبنزل من السيارة بيجيبوا الكرسي المتحرك وبطلع الكرسي المتحرك، المؤمن بقبل المرض، ما بقبلهوش لكي يتألم يكون، لا لكي فيش، بس هي بتتألم، هو بتألم طبعا، بس بقبل المرض ويكون خاضعا لمشيئة الله، وبرد على هذا المرض بإيجابية، مش بتحجج إنه أنا والله مريض مش قادر أروح، إذا في اجتماع بروحش عليه وبتحجج، ويمكن أكون متمارضا بحيث انه ويمكن استعين بطبيب ويقول لي اذا ممكن اكتب لي تقرير انه انا بقدرش اكون موجود عند ابونا جورج في فعاليه او هذه الفعاليه. هذا البابا رغم مرضه، مرض يعني حالته الصحيه، وهو على كرسي متحرك كان اكثر حيويه من كثيرين منا. وجهه حيويه، روحه تبعث الحياة وتبعث الرجاء بهذه الابتسامة. المشهد أبونا، شخصية قداسة البابا تعكس ما في قلبه،
وبعدين يعني الوجه الفرح يقودك إلى الرجاء. لا يمكن أن تكون الدرب إلى الرجاء والأمل إلا من خلال دروب الفرح. مش ممكن. هذا البابا لم تكن حالته الصحية سبب ليعتذر، بل ربما كانت سببا لاقتراب الناس منه أكثر ونتمثل فيه. وفعلا لم تربك للضيف ولم تربك المعازيب الذين كانوا حوله. وبعدين عم بعطينا درس في هذا الخضوع لمشيئة الله، الخضوع الفرح. ليس طاعة، ربنا بحبش طاعة العميان، أكيد بحب طاعة الواثقين الواعين الذين يدركون أن في الطاعة هم يضعون إرادتهم بين يدي الله. بقول نعم إحنا نصر على أن نقدم. أبونا لك معزة كبيرة عن نورسات أولا، وعندي أنا على الصعيد الشخصي، الله يبارك لذلك فيه. بسمح لنفسي أرفع ليفل الأسئلة شوية وأتجرأ وأن أسأل سؤال كثير سألوني الناس صراحة عن أبونا نبيل حداد وجوده بالبحرين. الحقيقة بصفتك كاهر ومكاتوليك، بصفتك كاهن الويبدي، بصفتك أبونا نبيل من عائلة آل حداد، الدعوة وجودك هناك شو يعني كيف بسرعة أنا أسأل هذا السؤال، أنا أقول بصفتك من كنت هناك في هذا الحدث الكبير، من قدم الدعوة، من أبلغك بهذه الترتيبات، من تواصل مع حضرتك؟ أبتي الحبيب الكاهن الخوري بدون كرامته ما بسوي شيء، أكيد. والكاهن بعد 3.5 عقود من الخدمة إن شاء الله يا رب، يعني أنا ما بسمح لنفسي ولا بقبل أن أذهب إلى أي مكان بدون أن أكون مدعوًا. أكيد. أنا جاءتني دعوة رسمية من مملكة البحرين الشقيقة، والدعوة من مجلس حكماء المسلمين ومن رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مملكة البحرين. ومش لأنه أنا حداد، ولا لأنه أنا خوري روم كاثوليك، ولا لأنه أنا خوري الويبدة، مع اعتزازي بها كلها أكيد بعتز أنه أنا ابن حداد، لأنه هذا التاريخ غساني مشرف. بعتز بأنه أنا عندي كرامة الكهنوت، أنا بخدم في أم الكنائس بتاريخها وما تحمله، وأعتز بأنه أنا خادم لأبنائي وإخوتي وأهلي في وطني وفي بلدي. لكن أنا لم أذهب إلى البحرين إلا بصفتي يعني رئيس لمركز التعايش في هذه المملكة التي نعشق، وأنا علاقتي طيبة مع الأزهر، مع شيخ الأزهر علاقة شخصية، ولي علاقة مع أكثر من 70-75% من السادة العلماء في مجلس حكماء المسلمين، وللبحرين مكانة خاصة. فأنا يعني بكل تواضع أنا قبلت الدعوة سعيدا، لأنه لم تكن هذه الدعوة إلا للقاء تاريخي، ولقاء أنا أفتخر بأنه أنا كنت فيه، ولقاء من ضمن رسالتي، وهذا الجهد الذي أحرص على أن أتابعه وسأتابعه. وبعدين أنا لما قداسة البابا بيجي على البحرين، وقداسة البابا الذي أثنى على جهود مركز التعايش برسالة شخصية خطية موجهة إلي قبل 2015 يعني، حتى يعني هذا جهد نحن نحافظ عليه. وصلنا إلى في هذا المركز التعايش، وصلنا إلى تحقيق
صورة للمركز ليس على المستوى المحلي والعربي والإقليمي. بنعمة ربنا وصلنا إلى مكانة مرموقة دوليا. نعم. الحمد لله. شيء طبيعي أن تلبي الدعوة. أن تلبي الدعوة طبعا. أراد يسوع أمام رؤساء الكهنة وأمام الفريسيين المتجمعين يصطادون من كلمة، أراد أن يحدد أن النوعية أهم من الكمية، وأن الراعي الصالح هو الذي يذهب ويترك القطيع بحثا عن خروف واحد، إذا واحد منهم فقده بطل يجي بطل يشوفه، بده يترك 99 ويترك اجتماعه مع تلك الخراف ويذهب إلى الخروف. بنشوف 1000 مواطن يحمل جنسية البحرينية من أصول مسيحية، هم مسيحيين 1000 مواطن، وعندك مئات الآلاف من الوافدين من الجنسيات اللي حضرتك حكيتهم مختلفين. لم ينظر البابا لهذولا أنهم فئة قليلة وأقلية، وعنده مليار من الرعاية الكاثوليك منتشرين حواليه بجنبه بأوروبا، شو هالمشوار الطويل والمتعب، ويذهب إلى الأقل عددا وإلى أغلبنا. أنا ككاهن تفاجأت أصلا أنه في مسيحيين يحملين جنود، لولا ما طلع يعني زيارة البابا سلطت الضوء على أنه هالبحرين من 1936 كان عندها كاتدرائية، كان عندها كنائس غير الأثرية اللي تحت الأرض. نحكي أنه هذه المملكة منذ تأسيسها مملكة البحرين وهي ترعى الشؤون وهي تدعم أو تشجع التعايش الديني مع كل الأطياف اللي مختلفين مع بعضهم البعض. فيها عبرة، هذا فيها عبرة على هذا الأسقف، على سيدنا البابا، على هذا الاهتمام، على الغائب. يذكرني بإنجيل الدرهم المفقود، الخروف الضال. فما رأيك أبتي الفاضل؟ ما هو إذا قرأنا بعمق هذه الزيارة، أنا أرى بأنها كانت زيارة مهمة وزيارة ناجحة وأيضا مثمرة على جميع الأصعدة السياسية والدينية أيضا الروحية. أنا أؤكد بأنه شقيقتنا العزيزة البحرين استفادت من هذه الزيارة كما تستفيد كل الدول التي تستضيف الحبر الروماني، وخاصة فرانسيس الأول. ولكن أيضا أنا رأيت هناك نشوة فرح في عيون العاملين في البحرين من أبنائنا المسيحيين، أحسوا بهذا التوقير الذي كان يقدم للبابا، حسن الاستقبال، ترجموا هذا إلى تكريم لهم، وكانت ألسنتهم تلهج. أبونا الخشوع الذي تراه عند إخوتنا، خاصة الفلبينيين، السريلانكيين، الهنود، يعني بالشارع أمام الكنيسة، في الاستاد، لو تشوف كيف يتسابقون لنيل بركة، مش من البابا، من أي رجل دين جاي. حسوا بهذه النشوة. الفضل في ذلك إلى تلك الاستجابة التي جاءت قبل شهر وشوي من الفاتيكان، أن قداسة البابا قبل الدعوة، وتحولت البحرين العزيزة، تحولت إلى ميدان للمودة والمحبة، وأخذ الجميع يعملون بجد ليل نهار ورغم قصر الفترة لإنجاح هذه الزيارة. الجانب الروحي في النجاح أنك أنت اكتسبت مش بس المسيحيين بالبحرين، اكتسبت المسيحيين المقيمين في كل دول الخليج. أبونا أعداد كبيرة طبعا، وأعداد كبيرة. أنا يوم السبت كان لي فرصة
إني أطلع أزور جسر الملك فهد. كانت سيارات إخوتنا المسيحيين المقيمين في السعودية عائدون من المنامة، عائدون إلى الدمام وإلى الخبر، يعني أرتال من السيارات. هذا العدد جاء، البعض إجا وشارك بالاستاديوم بالاستاد، والبعض أحس بأنه يعني من الأفضل أن يكونوا قريبين من الحدث في هذه الأجواء. وأؤكد بأنه الزيارة كانت ناجحة في البعد الروحي، إنها قربت المسيحيين من بعضهم وقربت المسيحيين من إخوتهم، لأن هناك في البحرين في يهود، في هندو، في يعني في هندوس، في بهائيين، في كل 111 جنسية اللي كانوا موجودين بالاستاد، يمكن في برا كان زيادة عن هؤلاء، مما يؤكد على أنه مثل هذه الزيارة إلها بعد رسولي، بمعنى أنها تحمل رائحة المسكونية وتحمل عطرا إنسانيا. ونجح قداسة البابا بأن يظهر الوجه الإنساني لهذا الإيمان المسيحي. كثيرين منا أبونا، يعني خاصة من يختبئون وراء الحرف، وراء جمود، الفريسيون الجدد، الفريسيون فريسي العصر، يعني انه بيهتم بالألقاب وبيهتم بالقشور وينسى اهم ما في الناموس المسيحي وهو المحبة. لهذا اقول بانه القداس البابا نجح واثمرت هذه الزيارة في بعدها الروحي، ناهيك عن البعد السياسي والجيوسياسي الذي يتأثر بشخصية قداس البابا الذي يمثل في الفاتيكان، هذا الكرسي الرسولي الذي يمثل صوت الضمير في هذا العالم. فكان نعم، فكان يعني حجا بمعنى الحج. ثم يعني قداسة البابا لما بلتأم حوله كل الكنائس المسيحية في الصلاة المسكونية التي ترأس قداسة البابا يوم السبت، يوم السبت كانت ولا الجمعة، الجمعة المساء لما بكون قداسة البابا في هذه الصلاة، يا أخي بتحس إنه بجنبه بارثولوميو المتقدم بين المتساوين في الكنيسة الأرثوذكسية، وحط ويصر قداسة البابا أن يكون كرسيه على نفس مستوى كرسي قداسة البابا. الطريقة التي يتعامل بها، وشكر البطريرك بارثولوميو في اللقاء الذي تم في نهاية في الجلسة الختامية لملتقى الشرق والغرب، الذي تم اختتامه في برنامج خاص للجلسة الختامية في قصر الصخير اللي هو قصر جلالة الملك. نعم. حمد، أبونا يتساءل المؤمنين أحيانا إنه شو المقياس اللي مناطق الحج المسيحي مثلا في الأردن، حاطين المغطس، حاطين كنيسة مثلا كذا، مسار الحج المسيحي، ما هو المقياس اللي احنا بنقول إنه هذا مقام بيتم الحج فيه؟ عند كل الديانات معروف وين بيحجوا، فالموضوع إنه البابا حاج إلى البحرين، فشو في في البحرين تيجي البشر قبل الحجر؟ حج البابا إلى البحرين ليلتقي بالبشر قبل الحجر. أي نعم، في أماكن هي تعتبر أماكن حج مسيحي، بما أنه في مقامات لأنبياء مسيحيين، تلاميذ، كنائس تحت الأرض عم بيطلعوها الحكومة البحرينية، ولكن البابا في ضمنية حضوره أتى ليلتقي البشر قبل الحجر. ما رأيك؟ شكرا أبونا. يعني أنا أبتي الحبيب، أنا لا أرى وجهة للحج المسيحي
الحج المسيح إلا الأرض المقدسة، لأنها اقتراب إلى الجغرافيا. أنت تأتي إلى جغرافيا الخلاص، هون ما صارش في عمل خلاصي بالمعنى العملي الحرفي، نعم. ما صارش في واقعة إلا بهذا الإطار، إلا هنا في هذه الأرض. كل حج هو تبرك، كل حج هو فعل خير. قداسة البابا لما بيروح على البحرين يحج لأنه يحمل رسالة، ويحج إلى الله من خلال محبته لهؤلاء الناس اللي قلت عنهم أنت. كل فعل خير في طاعة لله وفي إظهار حب لله وفي استشعار ما نتعلمه من المكان والزمان والإنسان، أنا أرى في ذلك حجا. قداسة البابا بموقعه بمكانته وبروحانيته يجعل كل مكان، كل مكان يصل إليه يصل فيه يجعله محج. واللي صار أنه فعلا تحولت البحرين إلى وجهة لهذا الحج البابوي في هذه الزيارة التي أبونا إحنا ما في عندنا، يعني الحج في عندنا هو تقليد يمارس للذهاب إلى الأرض المقدسة، والغاية منه إنه إحنا بدنا نتعلم ونقتدي ونعيش لحظات التي عاشها المخلص في أرضنا، في أرضنا المباركة. القداسة البابا لما بيكون موجود في البحرين أو في أي مكان آخر إنما هو يجسد لنا ضرورة أن نلتئم، أن نقترب، وكل واحد مطلوب منه أن يحج إلى نفسه. هاي أهم، هاي هي الحج الداخلي. الحقيقة أبونا أعتقد أنا أنه هالبروتوكولات والإجراءات التنظيمية والأمنية خاصة في البحرين كانت قبيل وصول قداسة البابا، يعني هل أعاقت الناس، أخرتهم؟ يعني كان في التنظيم بالوقت رائع لوجستيا على أرض الواقع، الأمور هاي كلياتها كانت جرت بكل يسر ووضوح، أم كان في شوية صعوبات واجهتكم أثناء الرحلة؟ أبدا، الرحلة كانت مريحة، وأحبائنا في البحرين الشقيق كانوا ضيافين. أنا كنت جالس، يعني تشرفت بأنه كرموني أهلي في البحرين، وجلست مع في مقاعد العائلة المالكة، فكنت إلى جنب معالي الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة اللي مستلم الملف الشأن السياسي في الخارجية البحرين، وتعرفت عليه وعرفت منه أنه هو بيعرف الأردن، لأنه بيقول كيف المربعانية؟ قلت له طب أنت إيش بعرفك المربعانية؟ فهو خريج إحدى الجامعات الأردنية هون، نعم، وكمان خريج بمنطقة شفا بدران. قلت له معناته أنت كاين عند قرايبنا العدوان، وهناك قال لي طبعا، وسفيرنا هناك أصلا رامي بيك العدوان الذي كان كعادته نشيطا وكان يعني حاضرا باسم الأردن، وأيضا كان لكونه عميد السلك الدبلوماسي كان موجود. فأنا جلست إلى جانبه وأحسست وهو بيقول لي إن شاء الله ما، قلت له معالي الشيخ يعني أنتوا يزينكم يطيبكم، بس صدق يا معالي الشيخ أنه أنتوا بتخلوا واحد يشعر بالذنب. قال حسب شر. قلت له أنه هذه أول زيارة إلي للبحرين وأنا بحس حالي نادم على الماضي. نادم على الماضي. أنا صديقي معالي وزير الخارجية الأسبق معالي الشيخ خالد، كنا نلتقي في واشنطن في كثير من الفعاليات، ولا أيضا يعني أظهر كل ترحابه، بذكرني بيقول لي
يعني انه هو يعني انا بعرف انه كان بجبل ويبد. فقلت له يعني انت لا مش جاري بعدين هاي منطقة رعيتي فهم كل هذول ابناء رعيتي ابناء رعيتي قال نعم. صحيح انه كان في يسر في التعامل وكان في يسر بالبرنامج وصحيح انه كمان يعني الوفد البابوي والبروتوكول مسؤولين عن البروتوكول البابوي يعني يتقنون هنا بدنا نوصل لسؤال ثاني عن المرافقين لقداسة البابوي وبالنسبة لأخواننا في البحرين أيضا يعني عندهم هذه الروح الطيبة ففعلا كان في ترتيب وما شاء الله العاصمة البحرينية كانت مبتهجة. نعم. أبونا من رافق قداسة البابا من الكوريا الرومانية من المساعدين من رؤساء المجامع والعقائد؟ أنت بدك تسألني عن ساندري يمكن مش هذا اللي بهمنا يعني هذا اللي بهمنا ككنائس شرقية في زمان أكيد ليوناردو ساندري المسنيور يعني أكيد هذا اللي بهمنا رئيس مجمع الكنائس الشرقية للتوضيح من هو ساندري يعني. طبعا لأنه يعني هاي ضمن المنطقة اللي ضمن اختصاصه. كان أمين سر الدولة باروليني وكان ساندري الكاردينال مسؤول عن مجمع الكنائس الشرقية وكان أيضا الكاردينال مسؤول عن مجمع المجلس البابوي للحوار بين الأديان. أنا هذول أنا بعرفهم وأنا جلست مع تشرفت بالجلوس مع الكاردينال ساندري وكان حديث وبحب يطمئن دائما عننا وعني شخصيا فدائما بتذكر هو في تاريخ بتذكر لأنه فكان وجوده يعني يبعث على الارتياح الصحيح والأردن بيكون حاضر. كان هناك الكاردينال ساكو كاردينالنا الحبيب في العراق في بابل والكاردينال بتصير كاردينال لكل الكنيسة مش بس العراق. نعم. وكذلك يعني نيافة الكاردينال الراعي الذي يحب الأردن وجلسنا معه وتحدثنا معه مع الإخوة المرافقين له. كانت فرصة أيضا أنه نلتقي بطريرك السريان الكاثوليك. دائما يقول لي كيف بسألني كيف أبونا كيف جلالة الملك قلت له بسلم عليكم سيدنا يوسف يونان أبونا بدك تسلم على جلالة الملك قلت طبعا بسلم على جلالة الملك إحنا اللي بسلم قلت طبعا إحنا متشرف بأن نسلم عليه. وكان كمان لقاء مع البطريرك الأقباط الكاثوليك كان حضور والروم الكاثوليك من كان هنا من مثلهم يعني هل وفد بطريركي كان في لا للأسف لا ما كان يعني لا أعلم يلا حضرتك بتسد أنا لا أدعي أنه أنا أمثل هي على أرض الواقع هكذا تفسر يعني ما فيش تفسير ثاني فيش غير حضرتك أنا شرف إلي أكون شرف إلي أكون أنا روم كاثوليك ولا أنكر أنا عشقي لكنيستي العربية والمشرقية هذا عشق ما بتزعزع يعني سواء إن شاء الله أنه لن نقبل أن نكون إلا الأبناء الأوفياء لهذه الكنيسة. أنا ابن أبرشية بيترا وفيلادلفيا وسائر كل عراقتها فلن أكون إلا كذلك ولن نقبل يعني إلا أن نكون كذلك. إحنا أولادها أبونا وأولادها الكنيسة فإحنا حريصين على أن إذا بدنا نمثلها بنمثلها بجهدنا وبتعبنا وبمحبتنا إلها ولأرضنا ولا ومن قبل ومن بعد إلى كنيستنا. نعم. تعلمنا من أب نبي الحداد في ملف التعايش الديني خلال العقود الماضية لم تكن شعارات تقال كما يدعي البعض أن التعايش الديني في الأردن هو شعارات تقال مجاملة في مناسباتنا أفراحنا وأتراحنا وأثبت الواقع أنها مبادرات على أرض الواقع تجمع المواطنين الأردنيين من شتى المنابت والأصول ومن الخلفيات الدينية المختلفة
ومن الطوائف العديدة، ولكن كان لمركز التعايش مبادرات تجمعهم وليس مجرد كلمات تقال وشعارات، وشفنا مبادرات كثيرة جدا. زيارتكم للبحرين أعتقد مستقبلية الواقع التعايش، وهل سنرى في المستقبل القريب مذكرات تفاهم، مؤتمرات متبادلة؟ تفضلت حضرتك وحكيت أنه كانت زيارتك الأولى للبحرين. نعم. نعم. ونتمنى أن لا تكون الزيارة الأخيرة. أكيد مش راح تكون إن شاء الله يا ربي. فهل متفائل أبونا أنه يكون في تعاون خصوصا مع السفارة هنا، خصوصا سفارة البحرين في عمان، أنه ملف التعايش البحريني اليوم من مصاف الدول المهتمة بهذا الملف، وحضرتك سفير هذا الملف، وبالتالي التلاقي حتمي. الله يبارك فيك. والواجب مش واجب علينا نحن عندما نرى جهدا طيبا مباركا مثمرا، علينا أن نشجعه وأن ندعمه وأن نمشي معه. إحنا في الأردن ملف عندنا يعني نفتخر به أكيد، وعندنا قيادة حكيمة، جلالة الملك عبد الله، يعني في عهده هناك المبادرات الهاشمية اللي كنا دائما وسنبقى قريبين منها. هذه المبادرات لم تكن للأردن فقط، كانت للعالم أجمع، الإنسانية كلها. ما يحدث الآن في البحرين أنه تسلط الضوء على نموذج في الخليج. أبونا بدي أقول لك أنه زي ما تفضلت، هناك بعض العائلات المسيحية التي تحمل الجنسية البحرينية، جاءتني سيدة بدي أشكرها على الهواء، اسمها نجلاء أوجي، والدها هو من شيد أول كنيسة في البحرين، هي كنيسة القلب الأقدس، هناك يسموها القلب المقدس. جاءت وتحدثت بفخر واعتزاز عن النورسات أيضا، ويبدو أنها بتتابع برنامج عين على المشرق وبتحب البرنامج. تحدث بتقول إحنا، هذا كلام لما أريد أن أصل إليه، بتقول إحنا نفرح بيكم. جميل. أنا بقول إنه هؤلاء الذين يفرحون بنا علينا نحن أن نفرح بهم. ومن تعاملنا مع يعني سيكون هناك خطة عمل مع مركز الملك حمد للتعايش السلمي اللي أنشئ قبل سنوات وكانت مقره في كاليفورنيا، وكنا قريبين احنا في البداية مع هذا المركز بالتأكيد، واحنا عبرنا عن استعدادنا لتقديم خبرتنا في التعامل مع قضايا التعايش الديني والوسائل. فبواجبنا الوطني، الأردن تحب البحرين وهل البحرين يحبونا. وأنا بقول لهم زي ما حكيت جلالة الملك حمد، قلت له الله يحفظك، فأنا أقولها باللهجة البحرينية وأقولها بالأردن باللهجة الأردنية، إنه إحنا نحب الذين يحبون الله والذين يحبون الإنسان، فلا يمكن أن نخرج من جلدنا إلا أنه إحنا كعرب، كأردنيين، كمسيحيين، ككاثوليك، صغر زي ما بدك، بس كإنسانيتنا تأمرنا بأن نشجع كل المبادرات الخيرة والطيبة، وإن شاء الله أن نشوف زيارات حج ثانية بالخليج. أبونا الفرح بأن ترى يعني بعد أبو ظبي التي زارها قداسة الباوة في 2019، وتشرفت أنا كنت بمعيته أيضا هناك، يعني هذا عبارة عن صور، إيقونات فرح هنا وهناك، وإن شاء الله بنشوف في دول أخرى، إن شاء الله بنشوف بالسعودية، إن شاء الله بنشوف بكل الدول، لأن وجود مجيء البابا يعني الشرط الأول إنه البابا لا يمكن إلا أن يبارك
أي دولة أي بلد بتشتغل صح. وهذه شهادة للبحرين. فنحن معه إن شاء الله. أبونا الحبيب، ليس بعيدا عن البحرين القدس وقضية القدس والوصايا الهاشمية على المقدسات المسيحية والإسلامية، وهذا أعتقد موثق باتفاقيات لما الصلح بين الأردن وإسرائيل من ضمن الاتفاقيات. نعم. الوصايا الهاشمية على نعم. المقدسات. نعم. اليوم الصهاينة يتنصلوا لهذا الحق المكتسب للهاشميين على الوصايا على المقدسات، واليوم أعتقد صباحا يعقد جلسات وتقديم لمحكمة لاهاي للجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني وبدون وجه حق الاستيلاء على الأراضي الوقف المسيحي في مدينة القدس في ظل تواطؤ المحاكم الإسرائيلية مع هذه القضايا. والهم الأول يعني أينما سافر حل أو ارتحل جلالة الملك كان هذا الهم الأول هم المقدسات، والذي هو يعرف أنها أمانة في عنقه لا يستطيع إلا أن يحملها جلالة الملك أينما ذهب. نطلب من حضرتك توجه رسالة للشعب الفلسطيني الصمود في ظلها. كل يوم قاعد بجنين شهيد، كل يوم لهم فترة بجنين ونابلس والمدن الضفة الغربية اللي هي مفروض حسب الاتفاقيات الدولية المتعرف عليها كلها إنها هاي أخذت حكم ذاتي وهاي أخذت استقلال، وما زال الجيش الإسرائيلي يستبيح هذه الأراضي، يدخل ويخرج دون حسيب ولا دون أي تفاهمات أمنية مع حكومة فلسطين. فماذا تقول هذا الشعب الناضل المرابط على الأرض المقدسة وحامي حما هذا التراث الديني الإسلامي والمسيحي الذي قائم منذ أيام السيد المسيح إلى يومنا هذا؟ ما زال القبر موجود، وما زالت الكنيسة التي شيدت عليها كنيسة القيامة، المهد بالقرب من بيت لحم بالقرب من القدس. فماذا تقول اليوم لهذا الملف الشائك جدا والذي يقلق جلالة سيدنا؟ أبتي الحبيب، إذا تسمح لي بدي أوجه رسالتين. تفضل. أكيد. أولا، نحن الذين بقينا لوحدنا في الساحة، وحدنا في هذا الأردن الذي يقف داعما ومساندا ومضحيا من أجل القدس وفلسطين. هذا ليس كلاما إنشائيا، الواقع بمبين. في الوقت الذي تنصل فيه الجميع، مش أقول كثيرون، الجميع تنصلوا من مسؤولياتهم أمام هذا الواجب نحو الأرض والإنسان والقداسة في فلسطين. والأردن لم يختار هذه الأعباء. الأردن تاريخه والجغرافيا تبعه يعني تؤكد، هي تشهد وتؤكدنا. أبونا كل يوم، هلأ أنت اطلع من هون وطل لمغرب بتشوف القدس. نعم صحيح. يعني القدس، وأقولتها رددتها دوما، القدس لا تشرق عليها الشمس إلا من خلف جلعاد ومؤاب. ورجيني أميت الشمس تطلع القدس إلا من هون. من هون إذا نقلب الجغرافيا، نحن إلى الشرق من القدس، والأردن هو إشراقة على القدس. وجلالة الملك بإرثه التاريخي والإنساني والعروبي والإيماني كمسلم هو ملتزم، رغم أنه الثمن باهظ، ولكن أصحاب المبادئ ما بتزعزعوا يا أبونا. أصحاب المبادئ ما بيقيسوا الثمن، ما بيقيسوا القيمة بالثمن. وهذا الحكي بصير على كل صعيد، كل موقف بدك تكون فيه زلمة بدك تدفع ثمن. وأنا أقول أن هذا الأردن برجولته بشجاعته بقيادته الهاشمية يصر على أن يكون، ولن يصح إلا صحيح. كل معتدي، كل غاصب، هذا مصيره إلى الزوال.
كل فاشل كل كاذب كل منافق بده يطلع بيطلع من اللعبة من الساحة، يجب أن يخرج. ما يحدث في فلسطين يخالف كل القوانين، قوانين السماء والأرض والإنسانية والقانون الدولي تخالف. إحنا لن نتوقف عن الوقوف خلف قائدنا جلالة الملك الهاشمي المؤمن في الوصاية. هل تستطيع أبونا حتى نقرب الموضوع لأخوتنا المشاهدين والمتابعين على مساحة هذا 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 العالم، هل أنت ترى أن القدس كان يمكن أن نحافظ عليها دون الوصاية الهاشمية؟ إنها ضرورة حتمية وهي ضرورة قانونية، وبالتالي نعم نحن خلف جلالة الملك وندعو العالم كله إلى أن يقف مع إخوتنا ويدعم هذا الحق المقدسي. والرسالة الثانية، أنا لحد الآن لم أسمع أن هناك زعيما لا عربيا ولا غربيا تحدث عن المسيحيين بالوضوح، حتى زعماء المسيحيين سميلي لم يتحدثوا عن كرامة المسيحيين في تاريخهم وفي حاضرهم وفي مستقبلهم. جلالة الملك يقول بالفم الملآن المسيحيون جزء من تاريخ المنطقة وحاضرها، وهم جزء أصيل وأساسي في المستقبل. لهذا السبب رسالتي التي آمل أن يسمعها إخوتنا وأخواتنا، الأردن كان وسيبقى دوما مدافع عن المسيحي الذي ورث في هذه الأرض إرث القداسة المعمودية. يا أخي تعمدت الأردن يوم المعمودية، يعني الأردن مسيحي قبل كل الدنيا، الأردن تعمد يوم شهدت هذه الأرض الأردنية. مش بتعمد بصير مسيحي يا أبونا؟ نعم صحيح. واللي بصير مسيحي لازم يتعمد. طب ما الأردن تعمدت يوم المعمودية، الأردن متعمد. لهذا السبب نعم أقول أن علينا واجب في هذه الأرض المباركة أن نحيا مسيحيتنا. مؤسساتنا الكنسية عليها مسؤولية الحضور المسيحي الذي يرقى إلى رسولية هذه الأرض ورسولية رسالتها ورسولية تاريخها، وأيضا نعم أن ترقى إلى مستوى الحضور الذي يتوقع منها الأردنيين مع إخوتهم المسلمين هون. كلمة تعايش في البعض بقول لك أنا عايش أم تعايش، وبيجيب لي كلمة يا أخي سمي ما شئت الله يرضى عليك، لا تدخل في فذلكة التعبير. أصلا في اللغة العربية أبونا عربي لغة تعايش معنى تكامل تفاعل، يعني اندماج. هذا نعم صحيح أقوى معناها السلبي في البيولوجيا كأنهم ناخذ حصة أحياء. لا لا بالبيولوجيا أبونا بالبيولوجيا بخلطوا الناس الله، يعني العربية لساننا أبونا ونحن نتقنها ومنخجل نغلط فيها. أنا بستحي إذا بشوف خوري أو مطران أو شماس أو كذا لما بقرأ عربي بغلط. ماشي أبونا، هناك فرق بين التعايش والمعايشة. معايشة المرض، أنت ما بتعايش مع المرض، أنت هذه معايشة مع المرض. أكل حال نحن سنبقى نموذجا للتعايش نعم. والوئام. قبل ما نختم أنا في سؤال مش قادر ما أخبيه، لأنه في صلب الحديث اللي حضرتك عن المؤسسات الكنسية وخاصة على أرض الواقع في مملكتنا الحبيبة المؤسسات الكنسية، هل الأب نبيل حداد راضي عن أداء هذه المؤسسات؟ يعني أنت بتعرف موقفي، أنا ما بقبل أنه أنا أقيم
أنا لست في موقع التقييم، بس أنا هل السؤال هل المؤسسات الكنسية راضية عن دورها؟ هذا أهم. نعم صحيح. هل أهم من رأي أبونا نبيل أو أبونا جورج؟ هذه المؤسسات هي راضية عن نفسها؟ إذا راضية عن نفسها إذا هي بتقوم بواجبها حسنا، أما يعني ما نتوقعه أنه تكون في حيوية. الشهادة المسيحية أبونا، وإحنا يعني نتمنى لكل المؤسسات المسيحية أن تتذكر رسالة الراعي الذي يعرف ويميز رائحة القطيع وحبها، مش يأنف منها ومش عاجبيته لأنه هو من بيئة غير بيئتها، أو هو لأنه ثقافته بفكر حاله. أنت لست شيئا أمام قطيع الرب، نحن لسنا شيء، إحنا خدام لهذا القطيع، وهذا القطيع مش إلك يا أبونا جورج، ولا هو للمطران، ولا هو للبطرك، ولا للبابا. هذا القطيع هو قطيع المعلم، هذه المؤسسة مؤسسة الرب، وبالتالي نحن بدنا نكون دوما حريصين على أن نؤدي واجبنا نحوها مهما كان. وبتمنى للجميع أن يدركوا أنه إحنا بالأردن هنا مؤسستنا الوطنية والكنسية والأهلية، كل هذه المؤسسات لا تقبل إلا المحبة. نعم بالحقيقة أبونا، هذا كلام جميل جدا لحضرتك، وهذا هو صلب فلسفة يسوع المسيح اللي ختمت فيه حديثك، هذا الكلام الجميل محبة. ولكن على أرض الواقع أبونا، في النهاية هي مؤسسات وفيها علمانيين على أعلى المستويات، يعني للبورد وللإدارة ولا بكل حتى مدارس مستشفيات، كل اللي ما شاء الله، يعني عندك ما بديش أحكي عن الكنيسة الأرثوذكسية، خلينا نحكي عن الكنيسة الكاثوليكية، عندنا مؤسسات بين تعليمية وبين الصحة، ملفات كبيرة. ولكن للأسف يعني نكتشف كل فترة، لأنه هذا واقع، هاي مؤسسات، يعني إلا ما نشوف التعامل الفئوي، التعامل مع فئة معينة والثانية فئة مهمشة، في ناس يصلحون أن يكون أعضاء في بورد إحدى المؤسسات الكنسية، وآخرين مهمشين يبعدوا لأنهم على صوت وعلى دراية وعلى معرفة. يختار الشعب الساكت، الجالس في الظلمات الساكت هو اللي بيطلع لك على الوجه. أبونا الحبيب أنا الحديث في هذا الجانب حديث يطول، بدي أقول لك إيش. يعني كثير من المؤسسات كنسية أو غير كنسية، حتى اجتماعية أو أحزاب أو فئات أو عشائر أو كذا، أصلا بيعملوا لك خير إذا هم بهمشوك، لأنه في تهميشك كرامة لك أكثر من أن تكون يعني جزء من منظومة لا تحفظ وصية الله. عادي، فنحن عادي، أنت يعني ما تزعل. لا تزعل، بالعكس، يعني إلا إذا أنت يعني ممرات الشاهد عن الحق شيطان أخرس، لما تشوف في فساد بتغلغل في بعض الجهات وضلك أنت ساكت عنه، فكمان مطلوب منك شهادة. لا لا، لما بشوف فساد أبونا، هناك فرق بين أنه أنا بحب أكون مع هذه الجماعة أو بحب أنه هذه الجماعة تتصوب وتتقوم وتصحح، لأنه أبونا هناك مطلوب منا أن حرص على المؤسسة، على خير المؤسسة ليس الأشخاص، والأشخاص بيجوا بروح، بقعد سنة سنتين أربعة خمسة، بنجح بفشل بنتهي، المهم هذه المؤسسة. كنيستنا في هذا الوطن شعارها من اسمها، أنا بحكي عن الكنيسة الأردنية كلها، وبالنسبة لكنيسة الروم الكاثوليك تعتز إحنا بأننا نحمل إرث بترا، إرث فيلادلفيا. وأنا دائما كنت أقولها وبقولها لكل أصدقائي الأمريكان ببنسلفانيا، أقول لهم اسمعوا، فيلادلفيا الأصلية مش بنسلفانيا، هون في هذا الأردن. نعم صحيح. فإحنا أبونا علينا واجب ورثة لهذا التاريخ ولهذه الأرض، إحنا أولاد الأرض، نحن عجولها،
لن نقبل إلا أن نكون من حراثين قطيع. لن نكون حراثين حراثين طبعا. ولهذا السبب لما رحنا على البحرين رحنا كحراثين في أرضنا الأردنية يحبون الله ويحبون الفادي ويحبون البحرين ويحبون كل عمل صالح. لا يسعنا إلا أن نقول أبونا نبيل يعني شاكرين، والساعة كأنها دقائق معدودة، يعني عن جد بدنا ساعات بالحديث معك بطيب، وكنا فخورين بتلبية الدعوة من وقتك الثمين، وتعبان جاي من السفر ولبيت الدعوة بدون أي نقاش. أشكرك جدا أبونا. أعزائي المشاهدين، إلى هنا وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا الأسبوع. نلتقي الأسبوع القادم يوم الثلاثاء في نفس الموعد. سلام المسيح يجمعكم، وإلى اللقاء بنعمة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح معكم. اذهبوا بسلام المسيح. أعجوبة لليوميار مستمرة، مستمرة فيكم، مستمرة إلكم، ولولادكم من بعدكم، ولولاد ولادكم، وللجيل اللي بعد ولاد ولادكم من بعد. لما تكون تعبان بهمك، عندك كلمة تريح قلبك، ترجع الدنيا بتضحك لك، نور سات ليل ومير، نور سات ليل ومير، نور سات ليل ومير، ترنم صلواتي ليل ومير، محبة وفاء.